اعتراف الرئيس الفرنسي شارل ديغول في 16 سبتمبر عام 1959 بحق الجزائريين في تقرير المصير ونيل استقلالهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت غضب الجنرالات الفرنسيين والأقدام السوداء من أبناء المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. في 11 فبراير عام 1961 أسس جنرالات فرنسيون في إسبانيا تنظيما جديدا في مواجهة ديغول واستقلال الجزائر، سمي منظمة الجيش السري واتخذ الصليب شعارا له، وبدأ يخط شعارات متطرفة على الجدران في الجزائر: الجزائر فرنسية وستبقى كذلك، منظمة الجيش السري تضرب حيثما تريد ومتى تريد ومن تريد. حاول قادة المنظمة الانقلاب على ديغول في إبريل عام 1961 لكنه تصدى للمؤامرة واعتقل المنفذين. نفذ الجيش السري هجمات إرهابية بأكثر من 2500 تفجير بين 1961 و1962، راح ضحيتها 2400 جزائري. في 28 فبراير عام 1962 فجرت المنظمة قنبلة في ساحة الطحطاحة بمدينة وهران، ارتقى في المجزرة 100 شهيد جزائري، ثم فجرت سيارة مفخخة بميناء الجزائر في 1962 مخلفة 26 شهيدا ومئات الجرحى. وفي يوليو عام 1961 نفذت المنظمة 6 تفجيرات، 3 منها ضد نواب فرنسيين، لكن 20 إبريل عام 1962 كان يوما فاصلا. اعتقلت السلطات الفرنسية الجنرال سالان القائد الفعلي للمنظمة، فيما حل الجهاز رسميا في العام التالي.